في شوارع الجزائر ولقيت شوارع الجزائر مزينة بالأعلام الوطنية كلها ترفرف كلها بيضاء خضراء وحمراء واحد الروح واحد الشعار واحد الإحساس لحبنا لوطننا الجزائريين متميزين في حبهم ووفائهم لوطنهم فيا رب يحمينا ويحميكم إن شاء الله وين ما كنتوا وتحيا الجزائر 1 2 3 فيفا لالجيري. مساء النور كريمة. مساء الأنوار. مقدمة ولا بعد مقدمة؟ كل عام وانت بخير وكل عام الشعب الجزائري بخير كل عام وبلادنا بخير وكما يقولوا رحم الشهداء إن شاء الله كما يقولوا دائما خلونا رسالة أنه دائما الجزائر تقعد حرة مستقلة وإن شاء الله كما يقولوا وفرحانين بهذا الشيء ومفتخرين بقاع البلدان كما يقولوا. الفرح والنور تنزل على شهدائنا الأبرار وربي يطول في عمر المجاهدين أكيد اللي ما زالوا عايشين لسلامة هذا الوطن الحبيب. نبدأ معكم دائما في هذا البث المباشر رقم الهاتف راهو تحت تصرفكم 023 70 92 94 تقدروا تواصلوا معنا من خلاله بالإضافة إلى البث المباشر تلقاوه موجود في الصفحة الرسمية لقناة الشروق تيفي. رحبوا بكامل الناس اللي راهم يشاهدوا فينا اليوم راح تخدمكم كما قلت لكم الشيف كريمة محبي الحريرة والبوراك والغولي الشوكولا هكا على بالك جات في وقتها انا فما على بالك على راح نلقوا لهم تحيه من خلال الحريره لان دوك نهضروا كاين بزاف انواع حريره دونك جات في وقتها اليوم راح نقولوا شك منطقه راح تنجبد راح يشاركونا ارائهم كيفاش يديروا لها حوايج زياده اللي يديروهم كامل دونك جات في وقتها نقول اليوم أكيد اليوم في الخدمة ووصفاتنا راح تكون رائعة كالعادة أكيد يوميا وصفات رائعة في انتظاركم مشاهدينا ما عدا يوم الجمعة أكيد. قبل ما نبدأ البرنامج وقبل ما نبدأ حلقة اليوم لازم نرحبوا بكل الممولين اللي حاضرين معنا في البرنامج. نبدأ دائما بشوكولا باتيسي اللي حاضر معنا كممول للبرنامج الشوكولا اللي دائما عندهم منتوجات جديدة تنضم لنا. نعاود نذكر فقط أنه دائما نقول شوكولا باتيسي البيستاش لأنه لونها أخضر لا هي شوكولا باتيسي بدوق البندق. عندهم شوكولا بيضاء تاني بزاف بنينة عندهم بدوق الكراميل وعندهم شوكولا سوداء وشوكولا بالحليب. كنا شفنا حلقة رائعة البارح مع الشاب بشرى واليوم كذلك راح نشوفوا وصفة من وصفة صفات اللي نقدروا نستعملوا فيها هاد الشوكولا باتيسي بالاضافه الى عندهم كذلك لي بيبي دو شوكولا ولي بيستول دو شوكولا يعني الحبيبات الصغار هذوك الصغيورين اللي نقدروا نديروهم في الحشو كامل وعندهم هاد لي بيستول اللي ثاني يذوبوا. اليوم انا حابه ناكل شوكولا بيضاء دوك نشوف كيفاش صبيحه تاكل معايا صبيحه ما تقولش كاع لا لا نورمال قابله والريجيم التنيفيه ويا من داك العام. يلا مشاهدينا هذا بالنسبه الى الممول الاول. ممول ثاني حاضر معنا عندهم لي بات عندهم الكسكس اللي دائما نقول انا كي نقول اليوم الكسكس ديروا في بالكم بلي غدوه الجمعه على بال الجزائريين كامل يحبوا يديروا طعام كسكس سوسيمي. لي بات عندهم سباغيتي عندهم المقارون عندهم الفارينه عندهم سميد عندهم كل انواع المعجنات تلقاوهم في علامه سوسيمي من اجود المنتوجات في الاسواق. لابيل دائما حاضر معنا بالارز ديالو بيان سور الارز اللي فيه تنوع كبير من الانواع الارز الموجوده حتى في ماركه عالميه لابيل يوجدها لكم ويحضرها لكم وانتجها واصبح منتوج جزائري من اجود المنتوجات كذلك. عندهم بسمتي عندهم المفور عندهم الابيض عندهم الارز الهندي عندهم العديد من انواع الارز. احنا كامل نحبوا الارز زعما انا المعنوله انا كل ما تجي كريمه لابيل نزيد نحمق عليه نزيد نبدا الارز عندهم طيبين اختي الارز مالا خال هذو بدينا ديري لنا الارز السمانه الثالثه راح تكون الارز انا وشيفا ان شاء الله شيفا يدير هكا عندي عند كرشها هكا شغل متربعه على كرشها تال مولي الله يبارك ما شاء الله عليها. شيفا في ريجيم نسي الارز لا الارز مليح للريجيم. يلا الحاره كذلك حاضر معنا بالطماطم ديالو المصبره المضاعفه اكيد المركزه عندهم طماطم رائعه الحاره راهي دايره حاله يعني في الاسواق وراهي الاكثر طلبا في الاسواق الجزائريه. ماني ما كاش كيفاش نبداو الو شيف لما تشوفوا الو شيف جينيريك طلع عارفوا بلي كاين ماني حاضر معنا كممول للبرنامج. عندهم سمن يعني عندهم مارغارين وعندهم سمن وتاني بزاف هاي المنتوج المارغارين لعلامة أماني وأكيد الطاولة تحلى وتتزين والمشروبات كما نقولوا احنا كي ناكلوا لازم حاجة نجوزوا بها الماكلة هذه غير عندنا احنا الجزائريين بما أنه بخمي نوفمبر راهو غدوة إن شاء الله عندنا الجزائريين تاكي نكونوا ناكلوا لازم نجوزوا بالكوكا ولا نجوزوا كولا أروى ولا نجوزوا بالعصير ولا هذه هي
راح نشوفوا بيان سور العصائر، عصائر اروى كولا وكذلك اروى بذوق البرتقال، وعندهم العديد كذلك هما من الاذواق. نبداو على بركه الله كريمه اليوم الحريره، انا ساكته راح نديروا حريره باش نكونوا متفقين. حريره اليوم راح تكون كاين تنوع في الحريره، انا جبت لهم كاين حريره وهران. تحياتنا كاع لكم وكاع نستناو رسائلكم اكيد باش نعرفوا هذاك الفرق اللي كاين شك حريره، وهي كاع بنينه كما يقولوا، كاين تاع وهران، كاين تاع بشار، كاين تاع مستغانم، تاع تلمسان، يعني كاين تاع سعيده، كاين عده انواع تاع الحريره. ودوك نعرفوا الفرق مع بعض كي بداو نهضروا، يعني كاين امور اتفقوا عليها وكاين امور اختلاف في الاخير، كاين اللي يدير لها خميره، كاين دوك نهضروا مع بعض في هاد التفاصيل. اول شيء راح نشعل عليها انا فقط، وبيان سور الا قدروا يتصلوا بنا انا حنقول لهم اليوم لازم تقولوا لنا اصحاب الغرب يعطونا اضافات ولا شي حاجه ربما مميزه هما يزيدوها في الحريره. كاين اللي شوفي كاين اللي يدير لها العقده هذيك تاع الفارينه ويدير لها الكرويه وكامل والعصره تاع القارص ويعقد بها لاصوص تاعو، كاين اللي يدير لها تشيشه ملعقه او اثنين من الشيشه تكون هذيك الرطبه كامل. وكاين اللي يدير لها الخميره كما تاع تلمسان يدير لها خميره صح، خميره مع الفارينه، كاين اللي يدير لها الخل. دونك كاين عده، علاش قلت لهم تحياتنا كاع ليهم وكاع نستناو رسائلكم قولوا لنا واش غير لي زين يديروا فيها حتى العدس ويديروا فيها كاين بزاف اللي يديروا كاين اللي يدير فيرميسه اللي يرموها فيها حفنه 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 كاين انواع. اليوم راح نشوفوا المهم حريره بنينه راح يديروا لها، شوفوا الا درتوا لها بالغنمي راح تنقصوا كميه الزيت، ولا استعملتوا فيها الدجاج راح يديروا كميه يعني مليحه من الزيت. وهي تحب الغنمي، هي تحب الغنمي، هي ما كيفاش طيب الدجاج. انا نشوف الحريره يكون هكا مورسو صغير تاع كاين لو كان مورسو صغير هنا راح نحطوهم قطع باش من بعد نجبدوهم، لانه على بالنا الحريره راح نحطوا الخضره مباشره ومن بعد نرحوها. دونك ماذا بينا هذوك القطع تاع اللحم يطيبوا مليح. تحية كبيرة، كل ما يبدا البرنامج تتصل بيا باللي راهي تتفرج في البرنامج. الحاجة على بال تحية كبيرة كبيرة ليك، بوسات كبيرة ليك، ربي يطول في عمرك ما شاء الله. ان شاء الله يا رب ربي يحفظك وقولي لهم يجيبوا لنا اروى، لان دابا كي تشاهدي فيا قول لهم يجيبوا لنا اروى. عندي بزاف اللي دخلت هذا البرنامج هذا الموسم ما شربناهاش، والماء والاخر. يلا عيطي العنتر زيري، يلا نستقبلوا اتصال. الو 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 مساء النور، زيدوا لي فقط الصوت في الاستوديو من فضلكم. الو يلا انقطع الاتصال تاعها للاسف، ان شاء الله تعاود تتصل بينا مره واحده اخرى وتحكمنا. يلا كريمه راح نديروا القطع تاع اللحم تاعنا كما قلنا كبار باش من بعد نجبدوهم يعني نميكسيو الخضرات تاعنا. واش نسحقوا؟ نسحقوا حبه بصل كبيره، ولا كانت يعني متوسطه روحوا حتى الحبه ونص على البصل. راح نديروا كذلك 3 حبات تاع طماطيش، راح نديروا كذلك حوالي 3 حبات تاع زروديه يكونوا كبار. هنا كاين اللي حاب يزيد لها نص حبه بطاطا، كاين اللي ما يزيدلهاش، يعني تكتفي غير بالطماطيش والبصل والمكونات اللي حنقولوا عليهم دوكا. هنا عندنا كمشه يعني تاع القصبر، ودرت لها عرف كذلك تاع الكرافس، راح نحطوه مع بعض. خلي فقط اساس الحريره انه تتقلى لنا مليح، واكيد في الاخر العقده اللي راح نديروها. عندنا هنايا الحميصه تاعنا، الحمص تاعنا هنايا راهو طايب، يعني نديرو في الاخير. عندنا كذلك هنا لي سيبيس اللي راح نستعملوها، راح نديرو ملح، راح نديرو الفلفل الاسود اكيد، راح نديرو رشه خفيفه تاع فلفل العكري، عندنا زنجبيل نص كبير، عندنا الكركم كميه ثانيه واحد نص مغرف نص مغرف، عندنا اساسها كذلك راس الحانوت تاع الحريره، يعني فيه مكونات دوك نقول لهم مع بعض وكما يعني ما جبتوهمش ولا ما توجدوش راح نقول له واش فيهم. وراح نديرو كذلك الكرويه. نفوتوا اولا نقلوا اللحم تاعنا جيدا مع واش مع حبه بصل كبيره او حبه ونص كنا قطعناها عشوائيا كما راكم تشوفوا، نحطوا تتقلى. عندنا كذلك فصين تاع الثوم ومغرفه ونص تاع طماطم مصبره. دونك راح ندير البصل تاعنا يتقلى، ندير فقط موس. قبل ما نزيد الطماطم نجيب طماطم مصبره نقليها شويه كذلك، ومن بعد نزيد الطماطيش تاعنا والخضر الباقيه والبوكي تاعنا تاع الكرافس يعني عود كرافس اكثر يا قصبر وسينه تاع الثوم. ونبدا نزيد في لي زيتيس راح نمرقها، وفي الاخير يعني النكهه تقعد في الاخر كل واحد باش يثقلها. كاين اللي يدير لها تشيشه، كاين اللي يدير لها فقط الفارينه، ندير لها لي زيتيس الكرويه وكامل ونعقدوها يعني عصره قارص، وكاين اللي ميم بسناتهم ويميكسيهم ويزيدهم. الخلطه في الاخير اللي تختلف لكن كاع بنينه. قلنا راح نقولوا اليوم كاع انواع الحريره، يعني ما شاء الله كل منطقه كيفاش ديرها.
هنا نقلو فقط الحمضية مع داك البصل. نجيب طماطم المصبرة تاعنا، هنستعمل طماطم الحارة أكيد. هندير مورف كبيرة ونص تاع طماطم، وأكيد أنا نسناو اتصالاتكم قولوا لنا نتوما كيفاش طيبوها. هنا درت طماطم الحارة قلنا، نقليها ثاني كما كيف كيف، ونجي نزيد الخضر. عندنا لهنايا ثلاث حبات طماطم، هنا كاين لي ميكسي مباشرة، كاين لي لا ومن بعد يعني يدير في الكسكاس يصفيها ويبدا كذلك يعصر يعني في هذوك الخضر حتى نذوق كاع الفايدة تاعهم. عندنا زروزية تاعنا ثاني، هنا زروزية نديرو لها ثلاث حبات ولا، وقلنا أساسها أنها تتقلى مليح. بعدها نمرقو بالماء سخون ونخلوها. هنايا كاين اللي قلنا حيديرو حبات بطاطا، أنا درت هنايا فقط نص حبة، وكاين اللي لا يكتفي غير بزروزية وبصل وطوماطيش وهذوك السينات تاع الثوم والحشيش والكرافس ولي زيبيس تاوعنا. لكن تكون عائلة كبيرة ولا تقدروا ديروا هاد الحبيبة تاع بطاطا مش حتنحي لكم بزاف البو. عندنا كذلك ثلاث فصوص تاع الثوم باش تحصلوا على حريرة بنينة، قلوا بيان الحريرة تاعكم. هنا من الأحسن تدوا قدرة انتما كبيرة أكثر. ونجيبوا هنا البوكي تاعنا اللي كنت حكمته يعني غسلته جيدا مع عود كرافس ونحطو لهنايا. نبدا نزيد لي زيبيس تاوعنا. نبدا دوكا نديرو في التوابل تاعنا. راح ندي الغرفة تاع الملح، واكيد في الاخر تعاودوا تعدلوا نتوما المذاق تاعكم. عندنا ثانيك فلفل اسود، عندنا هنا راس الحانوت تاع الحريره، شوفوا فيه كرويه، يعني كي تروحوا تشرو تاع الحريره يقول لك بلي فيه كرويه، فيه قزبر مجفف، فيه فلفل اسود، فيه شويه تاع حبه الحلاوه، يعني فيه هو معروف تاع الحريره باين فوالا. وراح نديرو كذلك الكرويه تاعنا حوالي مغرف صغيره، ونخلو في الاخير. دائما نقولوا النكهه اللي تحبوها في الاخر خلوها يعني زيدوها نضيفوها في الاخير. وعدنا لهنا رشه خفيفه تاع الكركم، يعني هما اللي نص مغرف فقط، ورشه خفيفه تاع زنجبيل. راح نخلي الكل يتقلى جيدا ونجيو نمرقوا. تمية وانت واش ديري في الحريره؟ انا واش ندير فيها؟ ندير فيها حبه زروديه، حبه لفت، ندير فيها طماطم حب حمراء تكون سواء نرحيهم سكرفجهم ولا نطيبهم هكاك، يعني الاحسن نطيبهم هكاك من بعد ترحي. في الرحيوه تاع بكري اللي كنا نديروا بها ريحه. قلت لهم تقدروا يداوي، تقدروا في الكسكاس وانتم تصفوا وانتم تهبطوا في كاع كيما يقولوا العصاره المسقمه، تقدروا تميكسيو اللي ما يعني صح. ما يروحش لهذا، هي تقريبا احسن. زيبيس ندير ملح فلفل الكحل وتوابل الحريره راس الحانوت. انا ما غادي كرويه، اي قلت لهم دوك نقول لهم مكوناته، ورشه تاع سكنجبيل ورشه تاع كركم هما اللي خفيف. تقريبا فيه انا ما نديرش سكنجبيل باسكو على هو ديجا فيه، هو فيه دير فيه ماما كل شيء، زعفران هو ديجا صار. توجدوا هي توجدوا في على بيها عندها تاع العام يعني دائما وجدوا تاع من رمضان رمضان. راس الحانوت تاع ماما كي تشميه مشاني زعما تشميه عن من اقسم بالله كنت كي نجيبو معايا في الطوموبيل، الطوموبيل تقعد واحد 3 جوغ ولا 4 جوغ تشمي في راس الحانوت تاع ماما. ماما توابلها عندها راس الحانوت وعندها القهوه، ذقتي القهوه تاع ماما؟ لا تاع طعام انايا لي زيبيس اللي جبتيهم. اللي جبتهم لك هذوك تاع الغوار زين ثاني. راس الحانوت تاع الغرب ماما توجدوا، والقهوه مازلت ماما لحد الان قالت لي تحمصها تاع بكري وتشللها وتنشفها وتحمصها، تشربي قهوه صح قهوه.
تحياتنا ليها. تحياتنا ليها، ربي يطول في عمرها ان شاء الله. انا خلوا دوكا كما يقولوا الشريبات تاعنا او الحريره تاعنا طيب. كنا درنا قلنا القطع تاع اللحم كيما خليناهم دي مرسو كبار باش من بعد نجبدوهم. درنا حبه بصل كبيره، الا ما كانتش كبيره حبه ونص تاع بصل قطعناهم هكاك يعني على اربعه. قليناهم طماطم مصبرنا، درنا مغرفه ونص تاع طماطم مصبره، هنا استعملنا طماطم الحاره. درنا ثلاث حبات تاع طماطيش كذلك حطيناهم يتقلاو. درنا كذلك ثلاث حبات تاع زروديه ونص حبه تاع بطاطا. اللي ما تحبوهاش ياخذكم اكثر شي طوماطيش وزروديه وحبه بصل او حبه ونص كبار. درنا كذلك لي زيبيس ودينا هذاك البوكي تاعنا تاع الحشيش ومع عود كرافس واحد فقط. درنا الملح فلفل الكحل، درنا سكنجبيل والكركم بكميات فريمون قليله، درنا راس الحانوت ودرنا الكرويه وشويه تاع فلفل العكري الحلو. وفي الاخير يعني حنديروا العقده الاخرى تاعنا، نخلوا الكل شيء يتقلى جيدا باش ومن بعد نمرقوا. هنا قلنا باش تجيكم بنينه خلوها تتقلى. كاين اللي يسرقوا لي كاميرا، كاين اللي يسرقوا تخيبي، كل واحد واش يسرق. قولي كيفاش ما صرق دوكا نمرقوها. هي كبير الامير بودومي مخرج القناه اكيد، وفي بعض الاحيان يخرج الحلقه. اليوم في الاخراج راهو بيدرو، تحياتنا ليه. اكيد تحياتنا ليه. نخلوها بكا كيما يقولوا حتى يطيب اللحم تاعنا. نجبدوا اللحم هذاك اللي مغصو راح نفتوه دو كوتي، والحميصه تاعنا اللي كانت طابت راح نديروها فيما بعد، والعقده اكيد بين كيما قلنا الكيل يدير لها ملعقه ولا زوج تاع الدشيشة، ويزيد كذلك يدير الفارينه اللي حندير لها عصره تاع القارص، كميه تاع الحشيش، فص ثوم الا حبيتوا يعني، كرويه، نميكسيو كلش ونعقدوا به الحريره تاعنا باش تجينا بنينه. دونك نخليها طيب ونروحوا للبراك تاعنا كذلك. نغطيها فقط. يلا عندنا اتصال استقبلوهم مع بعض. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء النور. مساء الخير. مساء النور، مرحبا. شكون معنا؟ ام ريان وساره الدار البيضاء. ام ريان من الدار البيضاء، مرحبا بك ام ريان. ام ريان ايه، مرحبا بك ام ريان. واش راكي؟ وي واش راكي؟ ام ريان نقصي تلفزيون تعيشي سمعيني من التليفون. ولا غير لاباس اختي سوميه، وانتي واش راكي؟ الحمد لله. نقصي جهاز التلفاز وسمعيني من التليفون. نقصد سمعي من التليفون. علي نقصت لوكاع. واش راكي؟ مرحبا بك. بك وهلا. يلا قولي لي. كيف هي؟ الحمد لله كريمه. الحمد لله في نعمه كريمه الحمد لله. انا مع الحريره. ايه الحريره ايه. ديريها انت؟ ايه نديرها. يلا كيفاش ديريها؟ عطينا طريقتك. هكذا على بالك كيما دارتها الشاف. كيما دارتها الشاف، تخي بيان. والله وبعد ما في كاع الخضره هذيك. صح تجي بنينه احسن، صح خير من اللي ديريها غافي. قولي لي. عندك في الفرح ما كاني نحضر. نعم. الو. يلا. الو انقطع الاتصال تاعها، معليش تحياتنا ليها، تحيه كبيره للسيده. دائما نعاود نذكر مشاهدينا انه لما تتصلوا بنا رجاء استمعونا من الهاتف، ما تسمعوناش من التليفون. يلا تفضلي كريمه. نروحوا دوكا للبراك تاعنا، خلوا الشربه تاعنا او الحريره تاعنا طيب ونروحوا للبراك تاعنا. ديت حبه بصل اللي كنت كرفشتها قليتها في شويه تاع الزيت، وراني نزيد دوكا الفيونداشي تاعنا. هاد البراك واش راح نديرو؟ راح نديروه لداخل كما يقولوا، يجي طري يجي مويه يعني، حنديرو فيه خلطه مع بعض مع شويه تاع الفخوماج، ومن بعد راح نزيدو نجوزوه في البيض ونجوزوه في لاشابلور اللي نكونو درنا لها شويه تاع السمسم شويه تاع البافو يعني بذور الخشخاش، ونقلوه يجي بزاف شكله شباب وكذلك بني. كتغيير فقط حاجه بسيطه يعني، لكن ماذا بينا نشوفوا كاع اللي يزيد الملح. هنا نخلي الفيونداشي تاعنا يتقلى مع البصل، نبدا نزيدوا له في الملح وفلفل الكحل ورشه خفيفه تاع القرفه، وحتى كيطيب جيدا باش نكملوا التكميله اللي هضرنا عليها. هنا نورمالمون مكتوبه الوصفات يا اخي. اكيد الوصفات مكتوبه. بيدرو عطيني الوصفات. حط لي وصفه الحريره. يلا وصفه الحريره هي على الشاشه. يلا نعاودو
رانا نديرو في البوراك تاعنا. البوراك تاع اليوم احضري مختلف شويه، راح نديروه اليوم. قليت البصل تاعنا، تحبوا شويه هكا شويه تاع الزبده، الا كانت سخت الفيوند راشي تاعكم شفتوه باللي يعني نوعيه شويه ما فيش هذاك، ما فيش كميه تاع شحم ولا تبان لك ماشي طري، ولا ديروه هنا مغرفه تاع الزبده قلوه معاه. يعني درت هنايا حبه بصل كنت قطعتها، ولا اسكرفجوها، ما اسكرفجوهاش بزاف تتلق الماء تاعها باش تخلي الفيون داشي تاعكم يتقلى بيا. زدت لها كميه تاع الفيون داشي، ملح، فلفل كحل، ورشه تاع القرفه، نخلو كلش يتقلى جيدا باش نروحو نضيفوا لها. هنا تحبوا تخطروها يعني زيدوا شويه تاع الكريمه نص كاس، او هنا راح نستعمل اللي ما عندهمش كريمه، راح ندير نص كاس تاع الحليب، نديروا مغرفه صغيره تاع الفارينه، ونزيدوا زوج مغارف كبار تاع الجبن طاري، وفي الاخير رشه معدنوس، وراح نفرسيوه. وقلنا نديروه اليوم مقرمش، لا شابلوغ راح نديروا فيها اليوم، قلت لكم بذور الخشخاش البافور، راح نديروا كذلك السمسم، ونجو نقلوهم، شكلهم يجي شباب وكذلك مذاقهم يجي شباب. حنبدلوا شويه فقط اليوم. يلا استقبلوا اتصال. الو الو الو، مساء الاخت، مساء الخير سميه. مساء النور، مرحبا. مرحبا بك، واش راكي، شكون معانا؟ معك الاخت اكرام المسيله. اكرام المسيله، مرحبا بك اكرام. واش راكي لاباس؟ واش راكي، واش عم ناس مسيله؟ والله غير كاع لاباس الحمد لله. الحمد لله حبيبتي، الحمد لله. يلا قولي لي، تبعينا دائما؟ ايه متتبعوا فيا. الله يبارك ما شاء الله عليك. قولي لي، عجبتك الوصفه تاع اليوم؟ مهتمه بالوصفه تاع الحريره والبورك؟ نعم ايه الله، قربنا يبارك. قربنا كل رمضان، كل شيء هايل الحمد لله. وما تطلبي والو انت؟ راكم مكفيين وموفين الله يبارك، حاجه ما هي ناقصه. يبارك فيك وصفاتكم، الله يبارك. كاش ما تحبي تسقسي الشاف، كاش ما تحبي سؤال؟ واش راهي الشاف كريمه؟ كريمه الانوار حبيبتي، واش راكي؟ راكي مليحه؟ لاباس. واش راكي انتيا؟ والله غير لاباس، ولا عليكم نتوما، واش راكي صافا؟ والله غير لاباس الحمد لله. يعطيك الصحه على الحريره تاع اليوم والبوراك. يسلمك يسلمك حبيبتي، راني شهو. يسلمك، ان شاء الله كيما قولي تجربيها وتعجبك. ان شاء الله نجربها. ان شاء الله حبيبتي تعيشي. يلا شكرا لك اكرام، ما تطلبي والو تفضلي. نطلب برك ديديكات لافامي مختاري. ولا فامي قريبيز. وهذا ما كان، يعطيكم الصحة. شكرا لك حبيبتي، عايلين منورين الشاشة. شكرا، منورة بيكم، شكرا لك وشكرا على اتصالك. شكرا شكرا، مع السلامة. مع السلامة. يلا يلا نرجع لك كريمة، وراكي لاحقة؟ راني نغلي فقط في الماء باش نزيد نمرق الحيرة تاعنا ونخليها تطيب. هنايا حتى يطيب اللحم تاعها، انا ندي هنايا مجده يعني باش هكا نجبد اللحم ونكملوا الخطوات مع بعض، يعني نمكسيوها ونزيد لها العقده باش يكفينا يعني الوقت، لكن نخليها شويه تطيب. يونداشي فقط تاعنا يطيب، نكون وجدت له مغرفه تاع فرينه صغيره مع كميه تاع الحليب حوالي نص كاس، ولا نتوما ديروا كريمه مباشره وزيدوا له جبن طاري والمعدنوس، خلي فقط يتقلى. راح نستعمل هنا فرينه، اكيد راح ندي فرينه سوسيمي، حندير مغرفه صغيره. تعقدي بها؟ ايه يجينا هايل بالحليب. ايه خلاص ما يديروا كريمه، دوك تشوفي الداخل كيفاش يجي، كيجيك بنين. انا ندير الماء نعطيهم عده ياخي درنا بوراك من قبل، عطيناهم وصفتين او ثلاثه، جربوا هذه ثاني وقولوا لنا. هذه شوفوا بلا ما قبل ما يتقرمض. هذه في البوراك؟ ايه في البوراك. عم بالي تتعقدي بها الحريره. لا لا مازالت الحريره، مازال الحريره ما كيديروا لافارين تاعنا بالماء، عندنا بزاف توابل نديروهم. شكرا نعيمه. هنتحصلوا عليه هدايا بعد نقلوه فقط. شكله شحال شباب؟ مقلي ماشي مقلي. لا لا حنقلوه مع بعض. ما تعطيهوليش. خليني نوريلك واش ندير به. انا لازم ندوق، لازم ندير خشخش. دوك نبداو نقلوه. للامانه كاينه سيده البارح، والله سيده مسكينه البارح اتصلت، كانت بشرى دارت حلقه تاع لي غاتو تاع الشوكولا. وكان وريت سوحه مع الفخاز. وكانت على بالها ماشي وقت الفخاز
ما نبشرش هاد الكميه قليله بثومه كما نقولوا 300 10 حبات ولا ما على بالي جوج باش ديكوري بهم الاخر. السيده تتوحم فبعثت لي مسكينه قالت لي شهيتوني وراني نتوحم عطيني لادريس والاخر. بعت لها لادريس مي رجاء 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 النساء اللي راهم يتوحموا ولا ما تشوفوش البرنامج سيو ما تسمعوا فقط الصوت ولا سيو يعني هاد الفتره لانه شغل هكا كما يقولون دودنوا بهم. صح صح غادتني بزاف وقلت لها والله غير زعما شغل غادتني هكا كي كانت تشوف ما كيشوفش تلحقي بالك ما عندهاش بالك صح بالك تكون محتاجه بالك ما تقدرش تشريه بهذاك المبلغ بالك يعني كل واحد وقدراته. فرجاء رجاء رجاء توحموا وحطوا مولودكم في كل سلامه وبيطلعكم على خير من بعد عاد رجعوا للبرنامج. البرنامج عنده عده مواسم راح يقعد لي عده مواسم فهكذا باش ما نحسوش والله غير حسيت روحي مذنبه ودرت كابتير بعثها البشرة قلت لها شوفي واش درتي. لا لا كاين صح كاين بزاف دي فوني بعثوا لنا هديه ولا هذه هو برنامج طبخ يعني لازم ديري فيه البيان ولازم ديري فيه المليح ولازم ودي فوا ولا غتحل سيرتو وحده تحيلي واش ديري ولا تحشمي واحد مريض ولا وحده تتوحم شغل الوغ صعيب على بالي. يلا مشاهدينا نروحوا على اول فاصل اشهاري للبرنامج السبعينيات اندلاع ثورة ان شاء الله تكونوا كامل بخير ولاباس عليكم. اليوم وصفات رائعه اليوم راح نحرير مع نهايه الاسبوع الحريره وشويه بورك وغولي تاع بيان سور تاع الشوكولا راح نشوفوا معاه نشوفوا الوصفه تاعو عفوا فيما بعد. بدينا بالحشو تاع البورك ودرنا الحريره تاعنا يطيب. دكتي كريمه تعاود لكم الوصفات اليوم هم مكتوبين تقدروا ثاني تصوروهم وتشوفوا معنا. تفضلي كريمه. البورك تاعنا قلت لكم اخترت له باش نديرو اون فارس لداخل تكون يعني مشمخه لداخل بيان. واش درنا؟ درنا فيونداشي تاعنا قليناه شويه تاع الزيت ولا حبيتهم غرفه صغيره تاع زبده اللي شفتو ما فيش بزاف نسبه تاع الكغا. ديروا كذلك حبه بصل كنا قطعناها يعني رقيق قلينا الكل جيدا. بدينا نزيدو في ليزيبيز درنا ملح فلفل حرشه خفيفه تاع القرفه وخليناه تقلى مليح. دوكا كي تقلى جبت نص كاس تاع الحليب تاعنا ودرت لهم غرفه صغيره تاع فارينه اكيد استعملت هنا فارينه سوسيمي. راني نضيف فيها يعني حسب الحشو اللي عندكم لا درتو غير شويه زيدوا غير بشويه المهم كما يقولوا باش تحصلوا على قوام هكا شويه شوفوا القوام تاعو كيفاش يجي. هنايا واش نديرو نقص له فقط ونضيف له كذلك فرماج بلون. هنا يقعد الجبن الابيض الطري يعني ليكم. ندير هنايا مغرفه كبيره ومن بعد غير يبرد ندير له هذيك الرشه تاع المعدنوس ونزيدوا له نتوما زيتون كحل ولا زيتون خضر مقطع رقيق ولا انا يعني نفضل ديروا له زيتون كحل تكونوا قطعتوه رقيق ولا تخلوه غير بالمعدنوس. هنا شوفوا راهو هكا بصح غير يبرد يحكم روحه بعد كي يتقلى لداخل يجيكم. هذا هو الحشو اللي تستعملين انت في البورك تاعك؟ كاين عده عندها عندها جسم وعندك الحشو تاع البورك شغل بزاف بنين الحشو تاع البورك تاع كريمه. كاين بزاف خاص ذوقتهم لك كاع. لا لا بنان تعطينا الوصفات اختي. في رمضان درت ثلاث بورك قال لك لا تعطيني سمك بل علمني كيف اصطاد. في رمضان درت ثلاث انواع بورك درنا ثلاث انواع وهذا خطا انا زدنا نوع ومازال قدام هذو باش فقط يعني يكون تنويع. نيال وزوجك يسلمك حبيبتي ربي سوريا سوريا اخي مزيه يا نسام مزيه رجالنا ما مشيت تفرجوا معنا. الو شوف انا نتفرجوا غير احنا احنا نعرف انا واحده من الناس نعرف وحده تاع الدجاج ونعرف وحده تاع اللحم كروفات وتاع الكروفات تاع ما ياكلهاش. كاين اللي يدير له البيض مع الزيتون ومعدنوس بطاطا ما ياكلهاش. اللحم كاين انواع اللحم كاين انواع كاين تاع بطاطا كاين تاع الطون كاين تاع بطاطا بالبوراك نحبوا باللحم زعما اذا كما يقولوا بدلت بالدجاج مي بطاطا وهذيك تاع السلق ولا اخر نو. كاين اللي يحب السلق كاين اللي يحب بالسلق يدخلوا شويه فيونداشي وفخوماج ما يفيقولوش تكون عائله كبيره. كاين اللي يدخل بطاطا بصح يخدمها بهذيك البطاطا مع الفخوماج ويديرها ما تبانش مع صح كميه لا 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 كريمه كي تكون عائله الله يبارك يعرفوا انه البورك البورك نحبوه كامل وكاع ناكلوا نتعاندوا عليه فواش راح يقد فيونداشي ثاني دخلت بصح كي يكون واحد زعما هكا راس وراس الطباخ كيما تقول ماما صعبه شويه فيونداشي فيونداشي وفخوماج. الحشو تاعنا راهو جاهز نخلوه يبرد ونجيو فارسي ديول تاعنا. ديول تاعكم الا شفتوهم من برا ولقيتهم شويه يعني ماهمش فريمون ملاح دهنوهم بالزيت
وديروا لهم هذاك الغراء اللي مورفين نديروا شويه فارينه والماء ونحشوا البراك تاعنا نخلوه في كونجيلاتور ومن بعد نجبدوه ندوزوا شويه تاع البيض ولا شابليغ اللي قلنا نزيدوا لها السمسم وشويه بودر الخشخاج ونخلوه. هنا الحشو تاعنا راه جاهز نخلوه يبرد ومن بعد نديروه مع بعض ونعاودوا نولوا دوكا للديسير تاعنا نديروه يطيب ونعاودوا نولوا الحريره تاعنا. هنا الديسير تاعنا الغولي تاعنا تاع اليوم بزاف هايل وما فيش بزاف مكونات. واش عندنا؟ عندنا ربع حبات تاع البيض درجة حتى الغرفه وعندنا كذلك السكر حوالي كاس الا ربع يعني 100 غرام. انا درت لكم بالكاس كاس غير ربع. راح نديروا معاه مغرفه كبيره تاع الفانيلا وراح نديروا قرصه تاع ملح. هاد لاجينواس اليوم ما فيهاش خميره الحلويات وناجحه وتجيكم بابيل وما تكسرش. بالنسبه لي يقول لك الترولا يتكسر. كاين في يعني المكونات وكذلك في الطياب اللي راح نهضروا عليه دوكا خلوه يبس زياده على اللزوم يتكسر لكم. لازم 10 دقائق 12 دقيقه تجبدوه. دونك نهضروا يعني اطيبوا مع بعض. راح نديروا لهنا بالكاكاو. دونك راح نقول لكم وقتاش نديروا كاكاو وقتاش نخلوه. عندنا 100 غرام يعني كاس فارينه. راح نديروا كاس غير ربع ونديروا زوج معالق تاع الكاكاو يعني 20 غرام نكملوا بها الكاس. عندنا هنا كاس غير ربع تاع السكر 100 غرام، ربع حبات البيض، قرصه تاع الملح، الفانيلا. هذا واش نسحق بوغ لو مومون. اهم شيء هنايا ما شحال نديروا خميره نتكلوا على البيض. دونك البيض لازم يكون طالع بيا هو اللي يصدق لنا لاجينواز هذه تاعنا، يعني راح نتكلوا عليه هو اللي يطلع لنا لاجينواز. سي بوغ سا لازم يكون درجة الغرفه، القرصه تاع الملح ضروري ويطلع حتى كي نديروه كيما درت لكم خطره لويت يقعد هاك طالع، يعني يكون كي نديروا ويت يكون طالع. راح نديروا اكيد بالباتور شد لكم وقت. دونك نديروا في البيترا باش يطلع تمتم ومن بعد نجيو النواشف اللي هي الفارينه 80 غرام و20 غرام تاع الكاكاو اللي هما زوج مغارف. نجيب فقط هنايا البول تاع البيتران تاعنا نكسروا فيه البيض تاعنا ربع حبات قلنا. هاد الجينواز هايله يعني سييت انا اللي فيه الماء اللي فيه خميره اللي فيه، لكن هذا اللي فيه مغرفه او فقط من الزيت كنا درنا انواع، لكن هذايا هايل. ام السيدره تحياتنا ليها راهي تعلق على الفيسبوك تقول لك يسلم عليك كريمه. ام السيدره من ليون بالضبط من فرنسا، تحيه كبيره لها ولزوجها سمير وكل اولادها بيان سور وكامل الناس اللي راهم يشاهدوا فينا. يلا العديد راه يسال يقول لي وراه شافنا ديال زوجك مازال ان شاء الله ربي يرزقها بزوج اصلا نشوفوها يوم السبت ان شاء الله. ناديه قلت لكم عندي شاف الوحيده المشاغبه يعني في الفريق، فيوم السبت ان شاء الله راح تخدمكم بوصفاتها رائعه وراح تكون العوده تاع الشاف ناديه. نستقبل الاتصال. الو 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 مساء النور. مساء النور اختي ليا، شراك لاباس؟ الحمد لله. وانتيا؟ والله لاباس الحمد لله بخير. الحمد لله. راني نعرف هاد لافو. لا اول اتصال من ولايه جلفة. اول اتصال من ولايه جلفة. على بالك جاني الاتصال الصوت تاعك كيما تاع نوره وبسمه ما خسرش الله. ما شاء الله. لا لا معكم الاخت سعاد من ولايه جلفة. سعاد من ولايه جلفة. واش راكي لاباس؟ الحمد لله. وانتيا واش راهم ناس جلفة؟ والله لاباس الحمد لله بخير. قولي لي حتى ولايه جلفة راهي مزينه باعلام الجزائر العالم الجزائري؟ انا متزوجه في خنشله، ولايه جلفة عندي بزاف عليها مادام ما صرتهاش. صح انا على ما اظن كل الولايات راه فيهم الرايه الوطنيه راهي مرفوعه. اهي ما شاء الله ربي يدوم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يحمي بلادنا ان شاء الله يا ربي. بوفاكس كريمه بشرى ناديه. الحمد لله الكل في نعمه يا رب. الحمد لله عندي عميل وانا نفقد بكم اليوم برك اللي قدرت نحكمكم. مرحبا بك. مرحبا. شكرا ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا على الوصفات وبارك الله فيكم وربي ان شاء الله يجعلك من جميع الحسنات. شكرا لك. ما تطلبي والو؟ نطلب لكم ان شاء الله تجيبون وصفه نجاح القريوش. وصفة قريوش بنيون القريوش. القريوش القريوش ان شاء الله. ان شاء الله نجيبوه لنا بموديلات جد. القريوش ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا الوصفات اللي لازم نشوفها. ان شاء الله سمي يا ربي يحفظك ان شاء الله وربي يعطيك ما تتمناه ان شاء الله يا رب واياكم. فقط يا سمية بقصين ما نطولش عليك. نوجه تحيه لامي ثريا في بلديه الشارف. نقول لها ربي يحفظك ان شاء الله وربي يشافيك ويعافيك ان شاء الله. ربي يشافيك ونسلم عليها حفيده يوجه لها تحيه ان شاء الله. تحيه كبيره لها ان شاء الله. ربي يحفظك الاخت سميه بارك الله فيك. وفيكي بارك ربي يحفظك. شكرا ان شاء الله يا ربي. الاخت سميه طيبه برك. نعم
مازلتي ساعتي تركتي النايلي؟ مازلني؟ مازلت ساعتي تركتي النايلي؟ مازلني نعرف نرقص النايلي؟ ايه بيان سور. الله يبارك يسوع. هاكي حابه نشطح النايلي في البرنامج ولا واش من ساعه؟ مازلتي تعرفي تركسي النايلي؟ بيان سور انا تربيت في الغواط ونحب ال العادات والتقاليد تاع الغواط وتاع ولاد نايل وتاع الله يبارك. ما شاء الله ما شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا شكرا لك سعاد. شكرا صحة بشارك. ربي يحفظك ربي يحفظك. مع السلامه مع السلامه. يلا هذا كله من تسريب الفيديوهات العرس. يلا نبدا في البرنامج. يلا كريمه كريمه دارت لي الحصه. انا نهضر مع المراه وهي زايده وانا هكا ودني خاص ندخلها في الكاميرا باش نسمع. انا حاسه عبالكم شو دوك كاينه صديقه من صديقات ولا اختك ولا كتصلي بها وتسمعي ولادها وا طلقني ضربني شدني انا شكون باش نربح وقت؟ شكون اللي يدي لي هكا كي نعيط لها؟ فلا بوحد با رئيس التحرير تاع سبع الشروق كي تعيطوا لها راجع نقولوها لها رئيس التحرير تاع سبع الشروق فلا بوحد با كل ما نعيط لها بناتها وحده تضرب وحده الاخرى تبششها الاخرى جابتها في خطوه الاخرى اني نقول لك الدنيا مقلبه. لا غالب بزاف جدي لا كي تكوني برا عيطي لي فكلمه ثانيه هكا انا نهضر مع المراه وهي زايده للوزن على بالك باش نكسب وقت وما طلع مازال ما طلعش يدي وقت حبيت نوري لهم القوام. تزيدي يدي وقت روح. ما تعطونيش اتصال مال روحي زيد نكملوا خلوه ونوري لهم فقط باش ينجح لك. لا 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 لازم زيدوا شويه ونجبد لهم حنا الجاهز. ولا تحبي نعطوه الناعمه الداخل بالباتر؟ ماذا بيك؟ اي هاكي طلع لنا بالباتر ما بيدنا. هو لازم يطلع جيدا يعني الضعف حجمه يولي كاع ابيض طالع باش نروحوا يعني البيض تاعنا هو اللي حيطلع لنا هاد لاجينواز باش نحطوا فيه الفارينه والكاكاو ما فيش حاجه زياده. خبز دوك ماذا بينا هاكي. يلا شيفا تقوم بالمهمه التعاون. يلا كريمه فوالا احنا ما بيتجهزهولنا الجبنة يعني باش نديروه عندنا احنا وحده جاهزه نروحوا نديروها مع بعض ونديروا لها انكلاساج. اليوم راح نديروا لها انكلاساج يعني انكلاساج غورمون بالمكسرات وانتم اكيد ديروا واش تحبوا. قلت لك سلام اختي سميه انا الحريره ندير فيها زوج حبات قرعه وثلاث حبات جزر وثلاث حبات طماطم وحبه بطاطا وملعقه كبيره طماطم كثيره مع نفس التوابل. انا وحده من الناس ما نديرش فيها القرعه وما نديرش فيها البطاطا باسكو تقلها بزاف ندير فيها غير جزر ومشي بزاف حبه ولا باش ما تشتو جزر يجي حلو حبه تاع جزر حبه تاع كل واحد تاع لفت. هو كل واحد واش يدير لها والحشيش الحشيش بالكرافس والكرافس البوكي تاع الحشيش والكرافس. نشوفوا لاجينواز اللي درناها مع بعض. شوفوا دوك نجي نشوفوا القوام تاعها مع بعض لكن انا جهزت وحده باش تشوفوا راح نديرها في سنيوه تاعنا دوك نجهزها مع بعض تشوفوا القوام تاعها وديروها على 180 درجه 10 دقائق يعني اللي الفور تاعو مش يسخن بزاف حتى 12 دقيقه وتجبدوها تلقاوها ما تخلوهاش كثر لانه تيبس ومن بعد ما ترولكمش بيان غير تجبدوها راح نرشوها بالسكر الناعم ونقلبوها مع بعض يعني نروليوها باش ما تلصق لكم السكر الناعم. علاش باسكو درناه خطره علاش نديروه على الوجه باش ما يلصقناش في الورق الزبده كي نبداو نلووا فيه ودرت له طريشنه وخليته. هذه لاجينواز اي ولا في شكلها كيفاش يكون الاسرار تاع لاجينواز هذيك اللي تجي عاليه اعلى من هكا هذيك نديرو لها خميره باش نديروا بها لي ترونش هذيك تختلف هذيك نديرو لها كميه من الخميره باش كي نقطعوها على ان شاء الله راح نديروها مع بعض. نورمالمون عندنا منيو تاع لي ترونش تاع الباتيسري هذيك تكون خشينه شويه ديجا تتشرب اكثر وكي نديرو باش كي نقطعوها نجي لي بيسوغ تاعها مع لا كريم سوا سوا ماشي كيف كيف مع الغولي ماذا بيهم يعني يكون رقيق وفي نفس الوقت ما يتكسرش كي تزيد تروليه. دونك هنا قلت لكم درت فقط شوفوا هنا راهو موجود من قبل ومحطوط ما صرا له والو. واش درنا له فقط كي تجبدوه بعد 10 دقائق وهو سخون ترشوا له السكر الناعم وتقلبوه على ورق زبده يكون نقي ونروليوه وتخلوه تشوفوا يقعد شحال حتى تستعملوه وقت اللي تحبوا. هاي علاش مليحه هاد هنا الحشو درت انا شوكولاته طالي شويه تاع كراميل وراح نديروا الكلاصاج تاعنا اللي راح يكون راح نستعملوا اكيد شوكولاته باتيسي حنديروها بالحليب ولا نديروها بالكراميل. هضرتي باع الكراميل يتماشى مع نديروها بالكراميل. شوفوا الشوكولا كي نديروا لها الزيت حتولي ان كلاصاج لاكتي
وراح نديروها اليوم مكسرات توليان غراساج غورمون. دونك نتوما واش تحبوا؟ تحبوا غير الزيت، تحبوا ديروا لها المكسرات. انا المكسرات اخترت ندير لها كاكاو حمصته وقطعت يعني رحينه على الخشين. انت هذا الشوكولا وناكل حاضر. عطونا كراميل. نجو فقط الشوكولا تاعنا. لا لا انتوما معايا، غير نروح نسرق عبسه معايا الكاميرا الله يبارك. انا هذه ادمان تاعي شوكولا باتيسي تاع لي بيستول دو شوكولا تاع كراميل. بنانا ندخل في البرنامج لازم ناكل هذه، وتوجور تلقاوني حالة ساشي والبيضه ثاني نحبها. دابا حنخلط شويه بيضه وشويه كراميل. ندير اليوم ما قلتنيش كريمه، مدارين نحطوا لي طبسي تاعي بالقهوه هكدا. اليوم كل شيء طيب سخون. ها طلعت لي وشنو واش كتقولي؟ كاع واش راني نطيب لك؟ درت لك حريره على جالك اليوم. درت حريره على جالك نورمالمون رمضان. تشكيله رائعه. نجبدوا دوكا البسكويت تاعنا. شوفوا شحال مليح وطري، يعني ما يتكسر لكمش. شوف شوف اثنين نجبدوا كامل. شوف هنا داك الباك سكر ناعم قلت لكم ها هو، باش ما يسرق لكمش الورق كي قلبناه. نجو باردون هنا السكر فقط. واش نديرو؟ نشمخوه قليلا بشويه تاع تاع السيغو. هنا الا وجدتوا له السيغو الحين ديروا كاس تاع الماء بنص كاس تاع السكر وعصره تاع الليمون، ولا تقدروا ديروا شويه تاع الحليب تنكهوه بوش تحبوا. كيما هنا درت له شويه تاع الشوكولا، راح نشربوا غير شويه فقط ما يتشربش بزاف، ولا تقدروا ما تشربوش نهائيا، نحبوا فقط شويه تشربوه. لا غير تشبعوا ضحك. في التعليقات كاينه سيده راهي تتعلق يدخل نسيبها هارون اسمه، كتب لها نسيبتي راكي هنا في التعليقات تاعها. كاش منها والله. تحياتنا كامل ليكم كل، ما شاء الله عليكم. احنا في مستغالم نديروا حريره باللحم ولا دجاج ونزيدوا سمن وزيت، نقلوهم مليح ونديروا خضره بطاطا وزروديه واي خضره عندك والحميصه والجلبان. شتي قلت لك تاع مستغالم يديروا الجلبان؟ قلت لك تاع غيزان وقيل العدس. جلبان ومغرف طماطم، حبه طماطم، قزبر والرند والثوم، يتقلاو مليح ونزيدوا لي زيبيس راس الحانوت، فلفل اسود، فلفل ابيض، وجامبو، كركم، وبعدها نمرقوا كي تولي الغليه نضيفوا تشيشه اللي نكونوا غسلناها بالماء سخون. كيلنا معاها مغرف فرينه، وكي طيب نرحوها بالميكسر ولا هذيك تاع بكري ونزيدوها اعشاب مطحونه وقرفه وكرويه. تحيه لكم مستغالم، تحيه كبيره للناس مستغالم. احنا اكيد نحترموا كل ومليح يكون كيتنوع، باسكو كل واحد كيفاش يديرها. وقلت لهم الاختلاف راح نشوفوه مع بعض. تبان بنينه هذيك. هنا الغولي تاعنا درتو شوكولا تارتيني وراح نديرو شويه تاع كراميل. هنا المهم لاجينواس تاعنا والكلاصاج اللي حنديروه من الفوق، والحشو يبقى اختياري. تحبوا ديروا غير معجون، تحبوا ديروا فخوم يعني شوكولا تارتيني وتزيدوا لها معجون تاع الفرومبواز، ولا كيما تحبوا انتوما. نجي فقط نرولي فقط الغولي تاعنا. ما تضغطوش بزاف عليه باش يجيكم الداخل المليح. شوفوا ما يتكسرش كامل. انا وجدنا هذايا وها يعني وجدناهم في وقت وجيز وتحطوهم. دوكا نكلاصيوها. دوبتي وشنو الشوكولا دوبتي؟ يعني هنا درت شوكولا تارتيني عادي وكراميل، ودوكا راح ندو شوكولا باتيسيي ندوه بدوق الكراميل. راح نديروا لكل 200 غرام يعني ندو 10%، لكل 200 غرام راح نديروا 20 غرام تاع الزيت، نديرهم مع بعض نرجعهم انكلاصاج لاكتي، ومن بعد راح نزيدوهم مكسرات باش يولينا انكلاصاج غومون كما شفنا. تحبوا تزيدوا اللوز كما هنا اليوم اخترت الكاوكاو حمصته بيان ودرته على الخشين وراح نزيدوا معاهم. فكره رائعه غولي غير مكلفه. انا نشوفوا هاد لاجينواز بزاف سهله من كاع اللي جربتهم، خاصة انهم راهم في عطلة. دوك عاودينا لاجينواز لانه طلبوا اعادة لاجينواز. هذه خفيفة عاد شوفي قعدت وكامل لكن هكذا ما تكسرش. دوك نعاودوا نشوفوا الوصفة تاعها بعد هذا الاتصال. الو الو الو، مساء النور. مساء الخير. وش راكي؟ الله لاباس الحمد لله. وش راكي تمية؟ وش راهي؟ الحمد لله. وانت وش راكي؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا فرحانة بزاف بزاف أنتمية كحكمتك. حبيبتي إن شاء الله تقعدي دايما فرحانة. وش راهي أم فارس؟
ومفات علي لبات. الحمد لله. أهلين حبيبتي، وش راكي؟ الحمد لله. الحمد لله. شكون معانا؟ أم وصال من ولاية بتنا. أم وصال من ولاية بتنا. أم وصال من ولاية بتنا، مرحبا بك أم وصال، أول اتصال ليك، أول مرة تصل. أول اتصال وأول مشاركة. مرحبا بك، مرحبا. وش راهم ناس بتنا العزاز؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب، الحمد لله. قولي لي، تبعينا دائما، تبعي البرنامج، تبعي القناة، مشاهدة وفية. الله يبارك. كل برامج الشروق ولا ألو شاف بزيادة؟ برامج الشروق من الصباح حتى الليل خلاص. الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. قولي لي كيفما تحبي، ربما وصفة تشوفيها معنا. ربي يحفظك، شكرا لك. ما عندك حتى طالب صافيك؟ ما عندك حتى سؤال للشاف؟ لا الحمد لله. شكرا لك ام وصال، شكرا على اتصالك. ام وصال، يلا يلا راحت ام وصال، تحياتنا ليها وكامل ناس باتنا، ناس الشرق، ناس الغرب، ناس الوسط، تحيه كبيره لهم، خاصه للناس اللي راهم يسيو يعني يتصلوا بنا وما يحكموش. نرجع لكريمه، نعاودوا لهم الوصف. خليتي كاع شوكولا باتيسي راهو معمر. لقيت عندك كراميل جيت سرقت شويه. راح نديرها في الميكرووند كيما قلنا، كي نزعملوا الميكرووند شاك 30 ثانيه الشوكولا، نجبدوها نحركوا ونعاودوا نرجع شاك 30 ثانيه، هكا ما تحرق لكمش. يعني ديروا البروغرام هي على 30 ثانيه. سخوا البيضاء، نجبدوا قلنا لكل 200 غرام راح نديروا 20 غرام تاع زيت، ونزيدوا لها المكسرات اللي انا اخترت لكم اليوم الكاوكاو تحمصتوا، دوك نشوفوا مع بعض. ويعني رحيناها على الخشين. يلا قالت لك لما نتفرج برنامج الو شاف نموت معكم بالضحك. سلامي ليكم كامل، لجميع اللي شاف. سمية قعدي هكا في تواضعك، لانه هو اللي جايب لك محبه الناس واروع برنامج. شكرا لكم، شكرا على هذه التعليقات الجميله. شيف كريمة أنت مبدعة، ربي يحفظك، نحبك، نحب سمية، وشكرا على الوصفات الرائعة. عاودينا الوصفة نتاع لا جينواز، يلا حنا نعاودوها. دوك نعاودوها، فقط نشوفوا الشوكولا تاعنا. دوك نوري لهم البيض كيفاش طلع، من الأحسن يعني يطلع بيان هو الصح، مازال ما دابش. هنا قلت لكم دائما الشوكولا تاعكم، انا ديت هنا 200، انتم لا ديتوا 150، دائما 10%. وري لهم كريمه، راهي الكاميرا عندك. اي مازال ما ذابتش، دوك نذوبها، نزيد لها الزيت. هنا ديت 200 غرام، راح ندير لها 20 غرام، الا ديتوا 150 غرام على حساب الغولي شحال تدوا انتم، 15 غرام تاع الزيت. نشوفها ثاني بالبندق اللي عنده زعما. يدير يذوب بالبندق لي بيستول هذوك الساشي الفير. اللي كيما السيمي جي تاعي اليوم، الساشي هذيك الفاغ يدوبها ويزيد معاها بندق اللي عنده بيان سور. حبيبك بندق ولا تقدري بندق، تقدري شوفي كاوكاو محمص، لوز محمص. قالوا لك في التعليقات طاولك لقب كريمه وصفات تاع الزوالي. والله العظيم وقت التعليقات قال لك وصفتها اقتصاديه وتحس بالزوالي. هما قالوا هيا مليح. كي جبتي لهم كاوكاو زدتي اثبتي ذلك. والله غير شوفي كاوكاو شميه تفهمي علاش. انا نحب كاوكاو. كي نديرو مع الشوكولا سوختو كي يتحمص شميه، شتي ريحتو، شتي كي تحمص بعاقلو كي تريحيه. على بيه اخترتو اليوم. بنين بزاف صح، رائحته رائعه. انا في لاتاي نشرب لاتاي، ما نحبوش مكسر دخري، نحب لاتاي كاوكاو. ميكروند اليوم راهو ماهوش لصالحنا. نوري لهم فقط كيفاش ولات، كيفاش بيضنا. شوفوا راح يكون قوامها بهذا الشكل. جيبوا لاسباسويل تاعنا فقط، طلعوا البيض حتى يولي بهذا القوام. يعني كي نديروا 8 يقعد، شوف ما يهبطش. ميلي مليح للشيفه. شوفوا كيفاش راه. دوكا راح نزيد النواشف تاعنا، راح نتكلوا وندير لهم غير بالعقل باش البيض تاعنا ما يهبطش، لان قلنا هو يعني 90% راح يطلع لنا لاجينواز تاعنا. واش نديرو؟ حنجيبو على ثلاث دفعات، نزيدو شويه تاع الفرينه وشويه تاع الكاكاو حتى نكملو. كومونداو من عندك البسطيله؟ درناها انا كومونداوها، مش طلبوا الوصفه. كاين فرق ما بين البسطيله ولا شكون كومونداها؟ بلا ما نبيعو. خلاص.
شكون اللي كوموندي من عندك انت؟ الا اللي في بالي بالك ماشي من عيوني كما يقولوا. حبيبتي شكرا. اكيد بنينه عجبتك ما درناها في الصيف. بسطيله رائعه. شتي درناها مع بعض. انا نحب سالي شيكخين. يلا هلا نشوفوا مع بعضنا. احنا فقط راني نصفي في الكاكاو تاعنا، قلنا درنا 4 حبات تاع البيض، درنا الفانيلا قرصه تاع الملح، ودرنا حوالي 100 غرام تاع السكر اللي هي كاس الا ربع، ومن بعد طلعناه بيان للبيض تاعنا، وراني نزيد في النواشف الفارينه اللي هي 80 غرام و20 غرام تاع الكاكاو، يعني كي نحسبوهم كامل راح يجونا كاس. واش نديروا دوكا؟ ندخلوا لافارين تاعنا والكاكاو غير بالعقل، من تحت للفوق فوالا هكا. ما نهبطوش هذاك البيض اللي طلعناه مع السكر، نسيو غير بالعقل، هذه ما فيهاش خميره ولا، راح نعتمدوا على البيض تاعنا هي اللي تقعد لنا خفيفه، ما زدنا الماء فيها، ما زدنا زيت، ما زدنا خميره الحلوه. دونك سيو غير بالعقل، شوفوا ديروا هذه الحركه من تحت للفوق وتخدموا فيها حتى يقعد قوامه مليح. هاد الجنواز هايله، تقعد تمتم الطيب 10 دقائق من الفوق لتحت تكون طابت وسهله. ديريكتومون تجبدوها ترشوها بيان بالسكر الناعم، ديروا فوقها بابي تاع ورق زبده وتقلبوها وتلووا. سكر ناعم باش ما تلصقش الفوقه مع، يعني كاين اللي يقول لك الوتش راح لصق ولا. صح. شحال الساعه سميه؟ غير 30 دقيقه. هذيك هي. راكي سواسوا. فوالا باش نكملوا الحريره ونقليو. دوكا واش نديروا؟ دخلت الفارينه بيان والكاكاو تاعنا. نجيبوا سنيوه ندخل للفرن، شوفوا القوام تاعها كيفاش راح يكون، غاديش نوريها لهم ونجيب ورق زبده كذلك، هكا باش تشوفوا القوام باللي هايل وتجربوا هذا الغولي مع بعض. خير، يلا نستقبلوا الاتصال مع بعض. الو 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 الو، مساء النور. خير. الو مساء النور، واش راكي؟ لاباس الحمد لله، سوال عليك واش راكم انتوما؟ واش الحاجه لاباس؟ الحمد لله. حاجه لاباس؟ لا لا. ايه واش راكي الحاجه؟ والله غير لاباس. واش راكي انت؟ الحمد لله. واش هي صحيحتك؟ الحمد لله. كاش ما خاصك؟ كاش ما خاصني؟ كاش ما خاصك قولي لخالتك يبعثوا لها. ربي يحفظك، ربي يحفظك. قولي لهم يبعثوا لي الماء، قول لهم يبعثوا لي الجو، وقولي لهم يبعثوا لي الكازوز ما كاش. زيد. قولي لهم والله نقولي لهم. ربي يحفظك حبيبي. إلا ما عندكش ليفات إلا ما عندكش ليفات إلا ما عندكش ليفات يبعثوا لك ليفات للدار. يا عمري ربي يحفظك. لا لا يبعثوا لي البرنامج فقط. يا تحقي 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 للدار، نبعثوا لك نبعثي لك السبيت تسحقي. ربي يحفظك. لا لا للبرنامج فقط. لا لا ربي يحفظك. لا يعطيك ما تمني ان شاء الله. سلمك. لا لا نبعث لك كلش. راكي بلي راكي كيف انت وخاوتك. ربي يحفظك. سلمك راكي بليتي. الله يعطيك ما تمني ان شاء الله. ربي ان شاء الله ان شاء الله في ميزان. والله كنتمنى ان شاء الله ما كنتش فين هرات السواس ما كنتش فين على السواس، وان شاء الله نجي ونشوفك. انا نجي ونشوفك، انا والله انا اللي مقصره. يا لوسهلا انا نجي نشوفك. لوسهلا الباب مفتوح، والله راك بنيتي. ربي يحفظك ويطول في عمرك ان شاء الله. ربي يعيشك. وربي يرحم الحاج ويوسع عليه ان شاء الله. الله يسلمك. ويكثر لك وليدي هذاك اللي مداري وليدي هذاك اللي مداري مستفلت راه ماهوش هنا. ماهوش هنا. راه في الخارج. بصح نقول للخدامه يبعثوا لها ان شاء الله. الله يعطيك ما تمني الحاجه. ربي يحفظك ان شاء الله. حنون شكرا لك، كثر خير. ربي يعاونك ان شاء الله وربي ينورك ان شاء الله. نشوفوك في التلفزيون نشوفوك في التلفزيون نفرحوا بك. ربي يحفظك. قالوا لي باللي نحي الحاجه كلش غير تيليكوموند اللي ما تنحيها لهاش. ايه يسلمك يعيشك. ربي يحفظك يطول في عمرك ان شاء الله. شكرا لك. وانا نشوف قي الشروق انا هذا ما نشوف. ربي يحفظك. الشروق بلا عمي مارتين احنا في بلدي وحده. خلاص هاي خلاص مال الشروق راهي تابعه لك. تابعه ليا. ربي يحفظك. انا ما نشوف والو. ربي يحفظك. سالي كاع عليهم. يسال عليك الخير يسلم عليك شاف كريم. سالي كاع عليهم سمونا الزيت وكل. ربي يحفظك. الله يعطيك ما تمني. شكرا الحاجه. شكرا. ان شاء الله. صح شكرا شكرا. ربي يحفظك. ان شاء الله وجمعه مباركه عندك وسعيده. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ربي يحفظك الحاجه. شكرا لك. صح. مع السلامه. تبقاي على خير الحاجه. يلا درت لافير. جبنا غير هذاك اسمه خيط.
الحاجه والله من اطيب الناس. شوفوا شوفوا بالرغم انها كما يقولوا بعيده على المعمل بعيده على المجمع وكامل بصح هي تتصل. شوفوا شوفوا ناس الخير الحمد لله مازالوا كاين ناس الخير. تحيه كبيره لها ربي يكثر ان شاء الله خيرهم ويكثر خير كل انسان يصدق وكل انسان يخرج من ماله ربي يبارك له فيه ان شاء الله. ربي يرحم الحاج اكيد والد والمؤسس تاع المجمع تاع العبان ربي يرحمه ان شاء الله يوسع عليه يا رب وفي في ميزان اكيد الحسنات ديالهم كامل ان شاء الله ربي يبارك لهم في مالهم ومالكم ان شاء الله. نرجع لك كريمه. كنا شفنا قلنا خريك بالعاني وليتهم البيض كيفاش طلع زدنا له النواشف اللي هي برك كاكاو 80 تاع فارينه و20 تاع كاكاو يعني الكل كاس دخلناه على ثلاث دفعات. بعد هذا نفس النواة تاعنا 30 على 40 راح ندخل الفرن المسخن مسبقا على 180 درجة راحين نديروا له يعني 10 دقائق 12 دقيقة نجبدوه نرشوه كاع بالسكر كلاص يعني السكر الناعم نديروا ورق الزبدة ونقلبوه ونروليه وهو سخون بعدها نجبدوه ونديروا نفس الخطوة. تحبوا تشربوا كيما درت أنا بشوية تاع حليب وشوية تاع الشوكولا الداخل فيه ولا تاع السيغو. السيغو قلت لكم نص كاس سكر بكاس ما بين ترونش دو سيترون كذلك كيبرد شربوا به كيما تحبوا نتوما. تخي بيان رانا نشوفوا اكيد في الوصفه راهي 34 دقيقه كريمه. اه هنايا بعد ما درنا الكلاصاج تاعنا قلنا ذوبنا شوكولا تاع باتيسي بذوق الكراميل زدنا لها قلنا 20 غرام بليتو 10% تكون باش هكا كي نعرفوا 10% تاع الزيت. يعني انا درت هنا 200 غرام درت لها 20 غرام تاع الزيت درتو 150 ديروا 15 غرام تاع الزيت هكا باش نعاونكم ويجيكم سهل في تشكيله. راح ندير هنا مكسرات قلت لكم اخترت كاوكاو والكاوكاو هنا حمصته جيدا وشنو طحناه على خشين وشنو هنا تقعدوا تزيدوا حتى تشوفوا القوام اللي يناسبكم ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف يروح كامل يهبط كامل. الكاوكاو هنا ما عندوش معيار ولا المكسرات اللي ديروهما هنا زدت مقدار قلنا كي ديروا له هذايا الشوكولا كي ديروا لها الزيت راح تكون كلاصاج لاكتي فقط تقدروا ديروه ولا زدتوا له المكسرات حيولي كلاصاج غورمون وكي تزيدوا له الفويتين في الكيك ديزاين وكاع راح يوليكم ان كروكون. يعني هذا هو القوام تاع الكلاصاج والانواع تاع الكلاصاج انواع تاع الكلاصاج تما بالكاوكاو وراهو رائع مع الشوكولا باتيسي شابه وتمشي. هنا ما ميلا هبط لكم من الجوانب ارفضوا وزيدوا عادي اه ما ميلا فيها كمكسرات معليش فوالا راح نغلفوه كامل. تكفيك هذه؟ تكفي اه باسكو دوك تشوفي شوفي راه مليح حتى كي زدتي له الزيت شوفي راهو يمشي يمشي فاسيلمون يجمد. نتوما من الاحسن كمعلومه قلتها لكم في الاول كي تشكلوه ديروه في كونجيلاتور باش غير تجبدوا ديروا له الكلاصاج تاعو يلصق تم تم ويجيكم سهل. هنا درنا احنا مباشره باسكو نورينا لكم وانتم اكيد كيما تحبوا. راح نخلي دوكا كلش شوفي هنا ما كي نرفدوا راح نعاود فقط نكلاصيه. ديروا دائما هكا باش الخدمه تاعكم تكون بيان. نتوما اكيد في الدار حتبدعوا اكثر كما قلنا تخبطوه وتخلوه ابي مم قلبي من جهتك ثاني منك كريمه. اه اكيد لازم ندوروا مليحه تاع هكا نديروا غياج تكون خدمه نقيه اي واللي يبقى ثاني كمليح ودوك غير يجمد ترفدي البواقي تخليهم دوكوتي تخليه وخطا اخرى تذوبيه فقط فوالا. هذا كي يكون جامد راح يجمد لكم خيره الغولي تاعكم. راح نحطوا لهنا ونروح للحريره تاعنا. الحريره تاعنا وشنو انا هنايا طابت راح نجبد اللحم اللي فيها فقط ونميكسيها. انا جبته انت كنتي تهضري وانا كنت نسرق صحتك باش نوري لهم. كاينه وحده قلت لهم اللي تتوحم ما تشوفش البرنامج قالت لي بلا غير توحم ما نقدرش نصبر على البرنامج فعذرا غنضيع عينيك في هذه اللقطه. يلا شوفوا لي هذا الغولي نقسمها كنورمال كريمه. ايه قسمي با 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 شوف سهل يديروه لاولادهم اليوم. شوفوا لي الداخل كيفاش راهو رائع جدا. شوف طب والرائحه تاعو راه بزاف هايله فيه كراميل. هذا ثاني نفس شتي نفس اللي زاكي عندك اي نفس بالكوكو ثاني هذا ايه شتي الكو تاعو كاوكاو ذوقي هكا يجيك. جبت فقط مقلات بعد شوكولا اليوم. يلا حندوق انا
هنا هذا نقول انه سهل وتقدروا تجربوه وزيد حاجه واحده اخرى ما لا غير سهل عطيت لهم طرق باش يشمخوا يحبوا كراميل بليتو ان سيرو نص كاس سكر بكاس ماء مع شويه فانيلا ولا تحبوا كيما درت انا حليب دوت بشويه شوكولا لداخل كيما تحبوا نتوما سهل باش يديروه لولادهم انا راهي لي طيب نقول بنينه راهي اللي يجيبوها لي نقول واو كل عندنا لي شيف الله يبارك ما شاء الله عليهم كيما نقولوا طبق يزيد اضافه ماشي نسك في خو نقول يزيد اضافه عاود رجعتها تحياتنا كامل ليهم اكيد تحياتنا كامل ليه شيف دوكا كيف ما ناكلش حريره وبوراك خلاص تاكلي خلاص ما تاكليش هذاك كون غير ما ذقتيش ريت بزاف شوكولا هنا راح نمرق الحريره تاعنا جبت قطع اللحم تاعنا دوك كيما قال باش نخلوها في الاخر مع الحميصه نعاود نمرق شويه بالماء سخون من الاحسن باش يعاونكم ونروح نوجدوا الخلطه اللي حنتقلوا بها هنا قلت لكم انا يعني في الاول قلت لكم كاين تلمسان كاين تاع وهران كاين تاع مستغان كاين تاع بشار كاين تاع شيف كريمه تاع قلت تاع شيف كريمه سعيده باش ما تزعفوش كاين اللي يدير هذه المغرفه ولا زوج تاع الشيشه الشيشه بصح تشرى سبيسيال الحريره تكون رقيقه كامل ويعني تاع الشعير وكاين اللي تقل بلا فارين دوك انا هنا درت يغلي نروح نوجد العقده تاعنا ونقلوا البوراك تاعنا ودوك نقول لكم كيفاش درناه لا فارس هي واجده دير حساب الوقت هي 40 دقيقه اي جوستومون بان ندير لك شي حاجه ندير نطق لينا البوراك انا بروبوزيت برك شوفوا البوراك فارسيناه دوك نجبد ورق الديول فارسيناه عادي بالحشوه اللي كان برد الحشوه اللي كنا درناها بالفرماج وكاع قلنا يجي باردون شوف هذا هو طياب كوزينه شوف يجي شوف او جمد بارابور اللي كان عند شي فهبطي اي باردون شوف الحشو تاعنا اللي درناه جمد بارابور اللي كان دوك كي يعاود يدخل في المقله ويتقلى يجي لداخل مويه وثاني باش ما يتقبلناش الديول ديالنا لازم يكون هكا جامد لازم يكون هكا الديول تاعنا ثاني كوش راح ندير لهم تحبوا الا شفتوا الديول يعني من برا وكان نوعيه ماشي مليحه ادهنوهم بشويه يكون باسو قدامكم بشويه زيت ادهنوهم باش شكل تشكيلهم يكون مليح ونغلقهم بالغراء اللي كنا نقولوا يعني دائما ديروه بشويه ما وشويه فارينه ورايحين من بعد خلوهم في شويه في كونجيلاتور ولا فريجيدار ومن بعد ندوزوهم في البيض وراح ندوزوهم في لاشابليغ شوفوا انا واش درت لها لاشابليغ تاع اليوم درت لها قلت لكم سمسم ودرت لها كذلك بذور الخشخاش باش نعطيكم فقط لون شباب ثاني كي يتقلى كيفاش درتي لهم كي درتي درنا لاشابليغ ودرت كميه واحد جوج مغارف تاع سمسم بيض جنجلان ودرت تاع بذور الباو تاع الخشخاش خليتهم دو كوتي ومن بعد ندوزهم في البيض ديول عادي نغلقهم درتهم باك ميني انايا خليتهم باك في الفريجيدار ولا في الكونجيلاتور وقت باش يجونا ملاح وبعد ندوزهم في البيض وفي لاشابلور نزيد نخليهم في الثلاجه ونقليهم هكا باش يجونا ملاح حابين نقلي لك كنتي ترحي هاكي انا نروح نرحي كذلك الشربات تاعنا ونتقلوها بلا فارين نقص لك فقط باش تكوني اليز ريحه الحريره اكيد تشمي دوكا ريحه الحريره عطينا هاي نجيب لك فقط الجبن شوفوا كوزينه مع الطياب ماشي كيما كوزينه مع كلش ها كي تشوفي الطياب وشنو على الفوضى الصغيره فوضى ايه انا نقول الفوضى الصغيره بيان سور فوضى منظمه تاع الكوزينه ميكسور تاعنا وراهو شي كاين بزاف اللي مازالهم يعني يرحوا بالاستعمال تاع هو احسن ولا اللي ما كاش ما كاش على الاقل يديروا كسكس يصفوها ويبداو يهرسوا في هذيك الطماطم والزروديه حتى يهبط كاع العصاره ثاني ميثود مليحه كسكس كسكس ويوم ولا هذيك تاع بكري يكون احسن دوكا نديروا الميكسور لكن تقعد تقليدي احسن في التقليدي هذاك اليدوي انا اليوم حدي الميكسور لا بيوري تاعو تختلف لا بيوري تاع زمان اللي كنا ناكلوها تاع دوكا ماشي كيف كيف سورتو دوكا ولينا نديروها بالبغا شي تجي معلكه انا حنديرو اليوم انايا غابيدمون هي نورمالمون نرحوه نقعدو ترحيها ولا تجوز كلش في قدره ديري وكسكس هاكي خلاص ديري الرائحه راهي تشهي مع الوقت يعني لازم يشوفوا معنا كريمه دير حساب عطيني فقط ميكسا بغا البوراك شي كيفاش يجي رائع عايشه الكاميرا راهم يشوفوا فيه نقص لك النار لا لا لا, لا مليح كوني اليز دوك نقص لها شويه هنا الحميصه تاعنا واللحم نخلوهم دوكا
هذا الحشو راه طايب تما نحوسوا على الاحمرار تاع الديون راكسور ايه ها داكور وما نسوا اللي موجود في العقده تاع الحريره تاعنا راح ندير زوج مغارف تاع فارينه وراح نزيد لهم كميه تاع الماء انا ندير لهم الفارينه نزيد لها المرقه كي نزيد لها مرقه حنزيد لها شويه تاع الماء باش تحل الحليب ونزيد لها علي زيت بيس ونرصها تاع القارص ايه شتي ما انت عندنا اتفاق كامل مع بعض ايه تقريبا هكا باش ندير لي زاستيس ندوهم شتي ندوهم لعند الكبار ثاني تجي مليحه بسم الله هذه راه حاله ريحتها صعبه ماشي امريكا واش هنا في هذه المرحله بعد ما ترحوها كاين اللي يزيد لها مغرف هذيك تاع الشيشه ويخليها يعني طيب نص طياب هذيك الشيشه ومن بعد يجي دير العقده تاعنا تاع الفارينه مع لي زيبيس خبزه نعطيك بابي ثانية اه عندك فرشي هذوما العفو دوكا نوجدوا الفارينه تاعنا انا ندير لها فقط شويه تاع الماء ودوك نزيد شويه تاع المرق تاعنا قبل ما نزيد لها الماء راح نزيد لها التوابل التاليه راح نزيد لها اخر حاجه نحبوها تقعد لنا في الحريره تاعنا راح ندير لها شويه تاع الكرويه وشويه تاع راس الحانوت تقدري ثاني تذكريهم بالمقادير تاعهم درنا لها قلنا زنجبيل راح ندير كذلك شويه درنا حبه بصل كبيره ولا حبه ونص قليناهم مع اطراف تاع اللحم هكاك خليناهم شويه تاع الزيت درنا لها كذلك ثلاث حبات طوماطيش زوج حبات ولا ثلاثه تاع الزروديه درت هنايا نص حبه فقط تاع البطاطا درت كذلك ملح فلفل الكحل فلفل عكري درنا كذلك المسخون هذا درناه فقط نجيب كميه من الماء يلا شوفوا البوراك اللون اللي مدو بيدرو من الفوق لا نقدروا نشدوه بلا كاميرا ولونه راهو رائع جدا مع واش قالت لكم دارت له السمسم والخشخاش بدور الخشخاش تي لا كولور تاعو رائعه قلنا درنا التوابل التاليه درنا زنجبيل شويه تاع الكركم درنا الاساسيه تاعو هي راس الحانوت ودرنا الكرويه درنا فلفل عكري ودرنا كذلك الزنجبيل وشويه تاع كركم واكيد الملح في الاول والفلفل الاسود ومن الاحسن ديروا البارد شوفوا هنايا ما بيش بلي راهو سخون تتكتل لكم الفرينه دونك ديروا الماء بارد ومن بعد زيدوا شويه تاع المرق وزيدوا العصره تاع القرص تاعنا والحميصه تاعنا اكيد دوك نرميها بكا باسكو طايبه اي طايبه اه والحشيش راح نخليه في الاخر راح نزيد عصره قارص مع الفرينه تاعنا عمل الكرويه في لافا درتها درتها هي راس الحانوت هذو كاع زدتهم بكا فقط شوفي السخون تكتلتم تم الفرينه يعني نتوما ديروها بالبارد من الاحسن ومن بعد كي تتحل الفرينه تاعكم نهائيا دوك نصفيها انا عادي واش نديرو تزيدوا شويه تاع مرقه وكاين اللي بزاف يديروها ثاني بالخميره تاع الخبز كاين اللي يديرها خميره تاع منطقه تلمسان يديروا شويه تاع الخميره تاع الخبز اختيار ثاني يديروها قلت لك كاين مناطق وكاين اللي يدير فقط الشيشه والفارينه كل واحد وشي كاين اللي يدير فيها الشيشه انا ما نحبهاش بالشيشه تروح لي يجيني الكو تاعها كيما شربه نحب شربه فريك بالشيشه نحب الحريره صافي كيما انا في هذا الكوتي انا ثاني ماشي على بها انا قلت سلبيه للجميع اليوم قلت الشيشه لكن انا نديرها فرينه دوك انا درتي الشيشه لا لا ما درتش قلت لهم طقناها فقط صح راني نخمم شغل زعما راني لا 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 ما درت لهاش رائحتها راهي رائعه نتمنى تجربوها سمع البروده كاين بزاف مناطق اللي راه فيهم دوك نبدا نزيد فرينه يلا يتحل لك الفرينه عطيني فقط صفايه زيدي بالعقل غير زدتها كاين ما سخون ما شفتوش اصلا يا اخي هكا كي طيب يمشي كاع كيما في بيان سور يلا نعيمه من فضلك صفايه صفايه نصبو تسحقي كميه قليله على ما اظن لانه هي ديجا ثقيله
دوك نزيد لها كميه من الماء. نديرها كشويه فقط مع حتقدميها مع البوراك راح ديري له هذا لا سالاد. الوقت الفارينه اللي تخثرت خلاص. رائعة. أعطني فقط هذوما. أي ترجع لها اللحم. نسي شوية فقط أي بفوخشات. تقطعي؟ هذا هو الوقت. أي نقطعه. نديرو دي بتي مغصو مع اللحم يصهوا يا أخي الأخير كاع. صح. ديجا وطايب. البورك تاعنا تقلى. البورك هذا رائع جدا نسيو خلاص. سب. جبت لي صفاية. المهم ما يسحقوش الصفاية هي غلطت فقط دارت الماء سخون في الأول على هذيك تاع الجنتلها سينو. بالماء بارد روحوا بالعقل. بالماء بارد انا يعني بها درته مباشره وضيق الوقت زيدوا له شويه وخلوه. رائحه راهي هي نورمالمون نزيدوا لها شويه ماء. انا هذيك تاع العروسه انا راهي هكا هكا هاي بنينه خليها مالا تغلي شويه حتى النار ما تجيش معنا في ال... لا لا كي يقولوا لنا الزربو عصرة ايه هذه انا ما نحبش كاع واحد يقول لي خلاص الوقت ولا انايا مع الزربي نولي يلا نعطيك دريسي هادو اوكي ديري دغيا على البوراك تاعك الغولي تاعنا راه واجد هذا واجد نديرو فقط بقى لنا شويه وقت قسما نديرو الوصفه والبقى يلا انا بزاف ما لعبناش هاد اللعبه يلا نداو البوراك هاك يلا صبري نديرو غير تاع ال اه اوكي ولا هات اعطوني دقيقه برك شفا يلا هكا باش نشوفوا الوصفات الناس اللي ما ملحقوا بنا هذا وين يقدر يكون عندهم الوقت باش يعاودوا الوصفات يلا البوراك راه سخون راح نحطوا عشوائيا فقط باش تدوا الوصفه من بعد تبقى ليكم ولا الشاف هي اللي دير دغيساج تاع البوراك تاعها راح نحط كل وحده كل حباوين لانه مازالوا سخون يلا تري بيان يلا اول وصفه نبداو بالبوراك تري بيان شفنا الحشو تاعو ديروه بالطريقه اللي دارته الشاف بزاف رائحة تاعو راهي تشهي والحشو تاع البوراك تاع الشاف كريمه قلت لكم بزاف بنين هذه الوصفه الاولى الوصفه الثانيه يلا الغولي تاع الشوكولا كنا استعملنا نعاود نذكر شوكولا باتيسي اللي درنا ذوق الكراميل هاك باش كي تصوروها بذوق الكراميل حتى الحشو تاعها داخل راهو فيه ذوق الكراميل تري بيان هذه ثاني وصفه ثالث وصفه الحريره اديت صويره من عند كريمه اعطيني فيه بول الحريره نو نعطيك لا نديرو قدره ديراكتومون ايه نديرو بول اعطيني شوفي اعطيني رمضان ريحه رمضان يلا رائحه راهي تقدري تشديها تري بيان ما خلو نديروها في الديريكتومون في دغيساج من بعد اعطيني فقط الوصفه تاعها مباشره وشدها من فوق بيدرو الى تقدر ها هي يلا دوك يشدها من فوق وقدامها من فضلك بيدرو قدامها اذا قدرت الوصفه عندي مخرج رائع يلا مقادير الحريره قدامكم تقدروا هكا تصوروا كامل الوصفات ومن بعد تبقى لكم اكيد الاعاده انتم عندكم الوقت احنا هذا هو المباشر في بعض الاحيان الزربه والوقت لما يقرب ينتهي ولازم نهار اليوم اكيد بهذه الطاوله الجميله المزينه ولهم زينتها اكثر اكيد المشروبات تاع اروى كولا وكذلك اروى بذوق البرتقال يلا كريمه جابت الحريره حريره رائحتها راهي تشهي 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 زدنا عصره قارص في الاخير يعطيك الصحه مع البوراك هاك باش انت تسربيها ايه رائعه رائعه شوفوا القوام تاعها شوفوا وراه فيها شو هذاك كنت نقول لكم تعليكه تعليكه تاع ديك الخطره اللي كنت نحكي لكم عليها شوف هما يحين بدعوا اكثر شوفوا انتم اكيد اكيد 10 دقائق والريحه ما نحكي لكمش كيفاش راهي جربوا هالطريقه ان شاء الله تنال اعجابكم
والبورك الثاني رائع كريم، يعطيك الصحه. الله يسلمك، شكرا العفو. كانت وصفه خفيفه، انتم دائما نقول لكم تبدعوا اكثر، يعني ديروا هذيك نفس الخطوات اللي درناها، خلوها تغلي 10 دقائق بعد ما ديروا لها الفرينه، 10 تزيدوا لها الحشيش والقارص في الاخير، تخرج لكم هايله. تخبي بورك ثاني خفيف في الظريف، والحلو تاع اليوم حلو بزاف، ساهل، نتمنى تجربوه ويعجبكم كذلك في بيوتكم. شكرا لك كريمه، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، يعطيكم الصحه على المتابعه. يلا الحاجه على بالهم اتصلوا قالوا لي ان شاء الله صدقه جاريه على الوالد ديالهم ان شاء الله، واكيد قدك المشروبات راح يكونوا يوم الاحد ان شاء الله يا رب. شكرا لكم مشاهدينا، شكرا على حسن وفائكم على المتابعه. نقول لكم رجاء 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 فضلا وليس امرا، علقوا في كل نوافذ الجزائر العالم او الرايه الوطنيه، حبيت نشوف كامل البيوت مزينه، فانا شخصيا اليوم راح نعلق الرايه الوطنيه احتفالا بسبعينيه الفاتح أكيد. من شهر نوفمبر، عيد سعيد، كل عام والجزائر بألف خير، كل عام والجزائر وأولادها بألف خير وين ما كانوا داخل وخارج الوطن. نقول لكم جمعة مباركة إن شاء الله يا رب على الجميع، أكثروا فيها الدعاء وادعوا أن ربي يحمي بلادنا وولادها إن شاء الله. تهلاو في روحتكم إن شاء الله، نتلاقاو بكم يوم السبت مع الشيف نادية بوصفة جديدة. سلام.